مرة أخرى لسيد الجيش برج العرب ومع المدير الفني القدير كابتن طارق العاشي. كابتن طارق ببارك لك على الفوز، خططت له وحضرت الإسكندرية وقلت لي قبل المباراة أنا جاي من أجل حصد الثلاث نقاط. انت عطيت التشكيل الاول للفرقه بتاعت المصري ولا اللي كتبته لك ولا الاستوديو؟ لا لا لا، رسمه الملعب. لا لا، للقناه. على العموم الله يخليك يا غنر، ومبروك طبعا لاداره طلع الجيش جهازا ولاعيبا، يعني لاعبين صراحه يعني بحييهم، لان الفتره اللي فاتت احنا كنا مضغوطين زي ما قلت قبل كده ان احنا في مركز صراحات الله يليق بينا بالمؤسسه بالمكان. عندنا احسن من كده، عندنا احسن من كده. الولاد صراحه بحييهم لانهم متجاوبين معايا. انا شايف الحمد لله رب العالمين المستوى والاداء بيعلى من مباراه لمباراه. تنساش احنا لعبنا فرق عريقه زي الاتحاد زي المصري، وانك تقدر تاخد 3 بونت من المصري هنا في ملعب برج العرب برضه يعني شيء يدينا دفعه قويه جدا في المنطقه، لان انت عارف المنطقه ديت متشابكه بشكل كبير جدا. فانا بهنيهم وبدوس على ايديهم، لان اللي جاي يعني هيبقى اكتر واقوى زي ما شفت الحته ديت يعني متشابكه مع كل الفرق. فعاوزين نطلع بدري قبل التوقف ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نستعد لماتش الكاس ثم ماتش ايستر كامباني اللي جاي، ان شاء الله باذن الله ناخد اكبر استفاده نبني عليها ان شاء الله في المستقبل باذن الله. ترى شايف الصراع ازاي؟ يعني انديه عريقه، شايفين النادي الاسماعيلي وايضا طلع الجيش متواجد برضو، هنقدر نقول المحله وايسترن كامباني وانديه عديده، يمكن سبع ثمان فرق بيلعبوا في الحته دي. شايف الصراع هيكون ازاي؟ مفيش يعني، ده ان دل فبيدل ان الفرق، لا انت لو دل في يعني بيدل ان الفرق كلها قريبه من بعض، مفيش فوارق كبيره جدا جدا. وانت شفت مباراه الاسماعيلي مع فاركو، مباراه قويه جدا جدا. فكل المباريات صراحه كل المدربين بيلعبوا على الثلاث نقاط يعني، وعلى الاقل ما يخسرش. مباراه مغلقه تكتيكيا يعني، وده الشيء اللي بسطني ان المجموعه كبيره جدا مدربين صراحه تكتيكيا على وعي كتير جدا جدا. ف وده يعني اللي بيخلي الدوري قوي، واحنا اللي عاوزينه كده. فالمنطقه دي منطقه فيها يمكن اكتر من 8 فرق. النهارده انت لما بتكسب 6 بونت بتتنطر في جدول المسابقه. النهارده شوف مثلا ايستر كامباني 6 بونت واخدهم ابتدى ياخد مكانه. فمفيش فرق صغيره، لان ال 30 يوم بتوع المنتخب يعني اعتقد ان هم عدوا كل الفرق، الفرق كلها استعدت بشكل كويس، بدليل ان ايستر كامباني جاب 20 لعيب. فالكل جاب في الانتقالات اللي هي يناير، والكل استعد بشكل كبير جدا. وانا متصور ان الدور الثاني بدا بدري يعني صراحه، لان انت الدور الثاني هتلاقي يعني اكتر من كده كمان. الحرص على النقطه والحرص على الثلاث نقاط، انا كنت يعني واثق مع الولاد صراحه، لان انا كنت شايفهم بيستجيبوا من الناحيه البدنيه، دوسنا عليهم بشكل كويس جدا، رفعنا الناحيه البدنيه كويس كمان من الناحيه التكتيكيه، لان انت النهارده في المباراه يعني بدنا بشكل ونهينا بشكل عشان نحافظ على ليه انا بلعب على قد امكانيات اللعيبه تكتيكيا بتاعتي، وعارف ان انا عندي الكواليتي كويس، استطيع ان هو يتجاوب بشكل كويس، وده بيديني انا كمدرب ادفانتج كويس، تقدر تغير في طريقه اللعب بشكل كويس. في 3 بيلعبوا وفي 4 بيلعبوا، فان شاء الله باذن الله يعني ده بديره خير ان احنا ان شاء الله نبتدي نرتقي خطوه بخطوه، لان اللي جاي هيبقى اصعب. كابتن طلال العاشي بشكرك جدا، لان عارف انت قلت لي يعني بشكرك جدا الاول، لان كابتن طلال العاشي كان اصيب بضغط مرتفع عقب انتهاء اللقاء في النص الساعه الاخيره، وكان في غرفه الملابس برضو في حاله. لكن انا بشكرك جدا والحمد لله على سلامتك، ومبروك الفوز، وباذن الله نادي طلع الجيش يعود لمكانته الطبيعيه. شكرا غندر، وبشد طبعا على فريق المصري، فريق المصري هاردراك، وعنده طبعا التكمله في دوري المجموعات ان شاء الله باذن الله تعالى. مبارك له كمان ان هو يتخطى، لان انا عارف إن طبعا لكون في عون المدرب والاداره ان ازاي يمشي في الناحيتين ويحافظ على التقدم. انا عارف جماهير النادي المصري دايما بتحب ان هي تبقى في مكانه كويسه ونتائج كويسه، لكن ان شاء الله يعوضوا ديت الماتش ده، يبقى استعداد كويس ان شاء الله باذن الله نعوضه في ماتش الكونفدراليه ان شاء الله. بشكرك جدا. شكرا. لكن لقائنا مع المدير الفني القدير كابتن طارق العاشي عقب انتهاء مباراه نادي طلائع الجيش والنادي المصري، والفوز الغالي لفريق طلائع الجيش على النادي المصري من استاد الجيش، والعوده مره اخرى لاستاد مصر.